قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لم يتم تحديد موعد محدد للانتخابات، لكن الجيش لن ينتظر إلى الأبد. وكان البرهان قد أشار من قبل إلى أن الانتخابات ستجرى في عام 2023. وأشار البرهان إلى موافقته على تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة نائبه الفريق أول محمد حمدان دجلو بأن المدنيين يجب أن يعينوا رئيس وزراء ورئيسا لمجلس السيادة، قائلا إن ذلك يتماشى مع ما قاله هو نفسه من قبل.